بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضراتنا في الفصل الرابع اللي هو Power System Stability، استقرارية نظام القدرة، بعد ما وصلنا إلى كيفية إيجاد زمن الإزالة وزاوية الإزالة من خلال اشتقاقاتنا، ووصلنا إلى زمن الإزالة أنه يساوي لنا بعد جذر الطرفين، يساوي لنا تحت الجذر 2H ودلتا C ماينس دلتا نوت على باي F بي آي، حيث أن الدلتا C هي زاوية الإزالة والدلتا نوت هي الانيشال أنجل أو زاوية البدء في الحالة الاستقرارية. وهنا الملاحظة يقول note that delta C can be obtained from equation، يمكن نحصل عليها من المعادلة السابقة اللي هي كانت cosine delta C يساوي لنا cosine delta 1 زائد delta 1 minus delta note ساين دلتا نوت. هاي المعادلة اللي يمكن نحصل منها الدلتا سي، ونعوضها بالمعادلة هنا حتى نحصل على التي سي اللي هو زمن الإزالة، اللي هو زمن الإزالة. As the clearing of the faulty line بعد إزالة العطل they lead A1 increase، هنا A1 راح تزداد، and so those delta 1 to find اللي نحسب من خلالها الدلتا 1 راح تساوي لنا نجدها من خلال الـ A2 تساوي لنا A1، حتى نقدر نستخرج الدلتا 1 اللي هي نفسها تساوي لنا الدلتا M، كما في الشكل هنا المرسوم هنا أمامنا اللي هي هاي الدلتا نوت وهاي الدلتا C، وهنا هاي الدلتا 1 اللي هي سميناها الدلتا M. اليوم عندنا مصطلح جديد أو تكملة، هو بالحقيقة لتكملة لإيجاد زاوية الإزالة وزمن الإزالة، بس هنا راح يصير عندنا زاوية الإزالة الحرجة وزمن الإزالة الحرج. هنا شلون راح نتعامل وياهم؟ هنا نقول الزاوية or clearing time أو زمن الإزالة larger than this value the system will be unstable. طبعا هنا الزاوية أو زمن الإزالة إذا كانت في قيمة عالية النظام يكون غير مستقر. The maximum allowable value of the clearing angle and the clearing time for the system to remain stable are known as the critical clearing angle. هنا القيمة المسموح بها لزاوية الإزالة وزمن الإزالة للنظام يبقى مستقر ويعرف بزاوية الإزالة الحرجة أو زمن الإزالة الحرج، اللي هو critical clearing angle and critical clearing time. إذن زاوية الإزالة الحرجة عندنا اللي هي الدلتا سي ار، وزمن الإزالة الحرج اللي هو تي سي ار. هذا المصطلحين راح هنا شلون نتعامل وياهم ونوصل الى معادلة نهائية لإيجاد زاوية الإزالة الحرجة وزاوية وزمن الإزالة الحرج. هنا الدلتا 1 اللي ساوت لي الدلتا ام، والدلتا ام هي تساوي لنا باي ماينس دلتا نوت. نلاحظ هنا الباي اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة اللي هي هاي الباي القمة، والدلتا نوت اللي هي الانيشال اللي هي هاي القيمتين اللي هي تساوي لنا هنا وهنا الدلتا نوت. فإذا الدلتا ام هي عبارة عن الباي بس نطرح من عندها الدلتا نوت. We have a bonus substitution into equation 49 كانت عندنا السابقة نفس الطريقة. إذن cosine
دلتا سي ار اللي هي كوساين زاوية الإزالة الحرجة ساوينا كوساين ام دلتا ام زائدا دلتا ام ماينس دلتا نوت في ساين دلتا نوت. هسه هنا الدلتا ام راح نعوض بما يساويه اللي هي الباي ماينس دلتا نوت، وراح تصير عندنا هنا بمكان الدلتا ام راح يصير عندنا باي ماينس دلتا نوت ماينس دلتا نوت ساين دلتا نوت. نجي هنا عندنا هنا هم ايضا دلتا ام الكوساين، فكوساين الباي ناقصا الدلتا نوت اللي هي هاي الدلتا ام زائدا الباي ناقصا 2 دلتا نوت. هنا عندنا معامله واحد وهنا واحد، فسالب واحد دلتا نوت سالب واحد دلتا نوت سالب 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت. اذا كوساين دلتا سي ار راح يساوي لي باي ماينس 2 دلتا نوت اللي هي هنا هاي القيمه قدمناها ساين سالبا كوساين دلتا نوت. هاي كوساين سالب كوساين دلتا نوت منين اجت؟ اجت من كوساين الباي وكوساين السالب دلتا نوت. كوساين الباي اللي هو سالب واحد فيبقى سالب واحد، والكوساين السالب دلتا راح يصير عند سالب في السالب فيصير عند هنا سالب كوساين دلتا نوت، فيصير سالب كوساين دلتا نوت. اذا الدلتا لو نريد نوصل ان نحصل على هنا كوساين الدلتا سي ار، نريد الدلتا سي ار اذا يساوي لنا كوساين انفيرس، كوساين انفيرس نفتح قوس كبير والباي ماينس 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت. اذا هذا القانون الاخير، القانون الاخير اللي نحصل من خلاله على الدلتا سي ار، نحصل من خلاله على الدلتا سي ار ويساوي لنا كوساين انفيرس باي ماينس 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت. هسه هنا بنفس الطريقه انه راح نعوض هنا لايجاد زمن الازاله، عوضنا هنا زاويه الازاله. هنا حتى نوجد زمن الازاله الحرج اللي هو تي سي ار فقط راح نخلي زاوية الإزالة الحرجة. هنا خلينا زاوية الإزالة، بينما هنا راح نخلي زاوية الإزالة الحرجة اللي هي طلعناها من هذا القانون. إذن التي سي آر راح يساوي لنا تحت الجذر 2H ودلتا سي آر ماينس دلتا نوت على باي اف بي آي. إذن هسه عرفنا شلون نطلع زمن الإزالة الحرج وشلون نطلع زاوية الإزالة الحرجة. فقط التغيير هنا راح تدخل عندنا، من خلال هاي المعادلة الموجودة هنا راح يصير عندي 2 دلتا نوت ساين ماينس ساين دلتا نوت كوساين دلتا نوت، وهنا نسوي يصير عندنا دلتا سي ار يساوي لنا كوساين انفيرس الباي ناقصا 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت. فاذا طلعنا زمن الازاله الحرج وطلعنا زاويه الازاله الحرجه. هنا عندنا هنا يقول الدلتا سي ار كان بي كومبيوتد يوزنج ايكويشن 53 اللي هي هاي اللي حكيناها المعادله، انه من خلالها ممكن نطلع زاويه الازاله الحرجه ونعوضها هنا ونطلع زمن الازاله الحرج. عندنا هنا فد مثال توضيحي، مثال توضيحي لتطبيق هذه القوانين. نقول let us consider the double circuit line as shown in figure 10. A three phase short circuit fault occur on one of the line as shown in figure 10. Because of the rotor inertia, the power angle cannot change instantly. Also, some power could still be transmitted during the fault because the terminal voltage of the generator
وجنريتر will not be zero. هنا هذا المثال التوضيحي دائما ينطونه أو نبدأ نحله حتى نوضح بعض المفاهيم شلون نقدر نتعامل وياها وبعض المتغيرات شلون نوجدها. يقول هنا على اعتبار وجود خط نقل مزدوج، إذا حدث عطل في إحدى الخطين بسبب أي أسباب عطل، أي عطل هو 3 فيز مطينا هنا، وبسبب هنا هذا العطل طيب يصير هنا عزم القصور الذاتي وزاوية القدرة لا تتغير لحظيا، كذلك القدرة لا تزال منقولة خلال العطل، يعني خلال العطل القدرة بقت منقولة، لأن وفولتية الأطراف اللي هي VT على المولد لا تكون صفر، يعني ما صارت صفر مثل ما أخذناها المثال اللي السابق. هنا أنا منطينيها يقول لا ما صارت صفر والقدرة بقت استمرت بالعطل. هنا أنا راح يصير عندنا حل مثل هيك حالات، راح يصير عندنا 3 حالات أو 3 منحنيات كيرفان. المنحنى هنا المنحنى الأول اللي هو المنحنى أي، المنحنى أي اللي هو راح نسميه منحنى القدرة قبل حدوث العطل، المنحنى الأي اللي هو منحنى القدرة قبل حدوث العطل، والمنحنى بي، المنحنى بي راح نسميه هذا المنحنى هو المنحنى خلال العطل، منحنى خلال العطل، والمنحنى سي، المنحنى سي هنا راح يمثل لي هذا المنحنى هو بعد إزالة العطل، بعد إزالة العطل أو بعد العطل. فهنا راح تنشئ عندنا الزوايا التالية، نلاحظ احنا الزاوية اللي هي الدلتا نوت، هذه الزاوية اللي راح اللي اسمها سميناها الدلتا نوت اللي هي قلنا عليها الانيشال انجل، وراح تصير عندي هنا تتولد لي زاوية الدلتا ام، دلتا ام والدلتا ام داش اللي هي نفس الدلتا ام والدلتا ام داش، والدلتا سي ار، الدلتا سي ار اللي هي كريتيكال كليرنج انجل، و المساحه الاي 1 والمساحه الاي 2 في هذا المنحني وهذه النقاط اللي قدامنا. هنا راح تجينا مثل هيك امثله، انه في حاله حدوث عطل، كنا العطل خلال العطل، راح نستخدم بالحل متغيرات اللي هي متغير الكي 1 والكي 2. هسه نجي نعرف شنو الكي 1 وشنو الكي 2. الكي 1 هي ثوابت، هاي الثوابت الكي 1 والكي 2 ثوابت، شلون راح نستخرج هذه الثوابت؟ طبعا هاي الكي 1 شي مثل لي الكي 1، هذا الكي 1 راح يساوي لي البي ماكس، البي ماكس هاي خلوها يمكم، البي ماكس during B max during the vault، على شنو؟ على B max، على B max before before the vault، before the vault. إذن الكي 1 يساوي لنا البي ماكس
during the vault على البي ماكس before the vault. الكي 2 كي 2 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا البي ماكس after the vault. B max after the vault على شنو؟ على ال B max before the vault. إذن ال K1 يساوي لنا ال B max during the vault على ال B max before the vault. ال K2 يساوي لنا ال B max after the vault على ال B-max before the vault. هذني كلش مهمات ونطلع من خلالهن الثوابت اللي هي ال K1 وال K2 اللي راح نتعامل بها. دائما وابدا ال K1 طبعا ال K2 تكون اكبر من قيمة ال K1. ال K2 تكون اكبر من قيمة ال K1. هنا مثل ما نعرف احنا انه المنحنى اي في حاله الاستقراريه، المنحنى اي في حاله الاستقراريه هو شي يساوي لنا؟ يساوي لنا البي ماكس، البي ماكس ساين دلتا، بي ماكس ساين دلتا. اذا البي شي يساوي لنا؟ المنحنى بي، منحنى بي راح شي يساوي لنا؟ يساوي لنا الكي 1 في اي، K1 في A. السي ايش راح يساوي لنا؟ السي راح يساوي لنا الK2 في A، الK2 في A. إذن العلاقة بين المنحنيات الثلاثة الموجودة انه الـ A، المنحنى A هو يساوي لنا B max sin delta. الـ B ايش يساوي لنا؟ اللي هو خلال العطل يساوي لنا الK1 في A اللي هو الـ B max sin delta. السي شي يساوي لنا؟ يساوي لنا الكي 2 في الاي، الكي 2 في الاي. هسه هنا راح نجي نجي هنا هذا المنحنى مالتنا وهذا المنحنى الاي وهذا المنحنى البي وهذا المنحنى السي. قلنا هنا هذا البي وقلنا هاي الانيشال دلتا نوت وهذه اللي صارت عندنا الكريتيكال اللي هي الدلتا سي ار اللي هي هنا نفسها اللي انقطعت هنا. الرسم مالي شوي مدقيق وموجود عندكم بالمحاضرات واضح دلتا ام. وهاي هنا الزاوية اللي صارت بين الانيشال وبين زاوية الكريتيكال اللي سميناها دلتا داش ام. هنا راح نجي نوجد المساحتين يعني طبعا الاي 1 تساوي لنا الاي 2 من هذه الاي 1 تساوي لنا الاي 2 قلناها قاعدة المساحات المتساوية. راح يصير عندي تكامل من دلتا نوت الى دلتا سي ار اللي هي الكريتيكال كليرنج انجل تساوي لنا المساحه اللي هي البي اي ماينس بي. عرفنا احنا عرفنا قبل شويه شنو البي اللي دي دلتا تساوي لنا تكامل من دلتا سي ار اللي هي هاي الحرجه الى دلتا ام، الى دلتا ام اللي هي هاي تساوي لنا المنحنى سي ناقصا بي اي دلتا دي دلتا دي دلتا. زين هسه راح نجي نعوض عن كل شيء كل منحنى بما يساوي. عندنا هنا الدلتا نوت الى الدلتا سي ار
دلتا انا قلت لك دلتا سي ار راح يساوينا بي اي ناقصا الكي 1 راح نعوض عن البي كي 1 كي 1 بي ماكس كي 1 بي ماكس ساين دلتا راح يساوينا هاي كلها تساوينا البي هذا يساوينا البي قلنا وراح يساوي لي تكامل من دلتا سي ار الى دلتا ام كي 2 في بي ماكس دلتا ساين دلتا ناقصا بي اي دي دلتا. هنا راح شو يصير عندنا؟ راح نجزئ حسب الزوايا إذن راح يصير عندي جزئين من دلتا نوت تكامل دلتا نوت إلى دلتا سي آر البي آي دي دلتا زائدا المساحة الثانية اللي هي دلتا سي آر إلى دلتا إم عزلناها عندني بي آي دي دلتا عزلنا البي آي تكامل البي آي راح يساوينا حولنا للطرف الثاني البي ماكس هاي ثوابت كي 1 خارج ثابت تكامل من دلتا نوت الى دلتا سي ار راح يساوي لنا ساين دلتا دي دلتا ساين دلتا دي دلتا زائدا بي ماكس كي 2 ثابت وتكامل من دلتا سي ار الى دلتا ام وهذا راح يساوي لنا ساين دلتا دي دلتا طبعا راح من جزئنا التكامل وحولناه راح نبدي نكامل بعد ما نكامل راح يصير عندنا المعادلة بالشكل التالي هنا راح يصير عندي الدلتا سي ار هنا قوس كبير دلتا سي ار ناقصا دلتا نوت زائدا دلتا ام ماينس دلتا سي ار بي اي يساوي لنا بي ماكس كي 1 سالب كوساين سي ار زائدا كوساين دلتا نوت زائدا كي 2 بي ماكس سالب كوساين دلتا ام زائدا كوساين دلتا سي ار ونبدي نختصر بالقيم ونعزل المتشابهات فراح يصير عندي هنا دلتا ام ماينس دلتا نوت بي اي ساوي لنا الكي 1 بي ماكس كوساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا سي ار زائدا كي 2 بي ماكس كوساين دلتا سي ار ماينس كوساين دلتا ام احنا البي اي هي اصلا عباره عن بي ماكس ساين دلتا نوت فراح نعوض عنه عن البي اي بما يساويها البي ماكس ساين دلتا نوت وعوضنا عنها ونعزل الدلتا ام ماينس دلتا نوت ساين دلتا نوت تساوي لنا كي 1 كوساين دلتا نوت ماينس كي 2 كوساين دلتا ام زائدا كوساين دلتا سي ار كي 2 ماينس كي 1 انا اللي اريده ياهو اللي اريد اطلع اللي هي الدلتا سي ار اريد اطلع الدلتا سي ار اللي هي تمثل لي
critical clearing angle. فإذا أحولها لجانب وأحول كل المتغيرات للجهة الأخرى، فراح أقسم على معاملها الـ K2 ناقصا K1، فراح يصير عندي 1 على K2 minus K1 دلتا M minus دلتا نوت ساين دلتا نوت زائد K2 كوساين دلتا M minus K1 كوساين دلتا نوت. ومن هاي المعادلة، من هاي المعادلة راح أقدر أستخرج قيمة الدلتا سي آر، بحيث أنه أخذ بهذه القيم الكوساين إنفيرس تطلع لي الدلتا سي آر. أنا عندي البي آي هي تساوي لنا البي ماكس ساين دلتا نوت، وبنفس الوقت تساوي لنا المساحة الثانية أنه الكي تو بي ماكس. إذا غيرنا الحالة الثانية صارت عندي الدلتا أم، فراح يصير عندي كي تو بي ماكس ساين دلتا أم، والأم داش يصير عندي كي تو بي ماكس ساين دلتا أم داش. والساين دلتا نوت، الساين دلتا نوت هو يساوي لنا الكي تو ساين دلتا أم داش، ويساوي لنا قلنا الأم دلتا أم هي عبارة عن الباي ماينس دلتا أم. العفو الدلتا داش ام، الدلتا داش ام هي تساوي لنا الباي، القمه هي نفس القمه الموجبه اللي هي باي ماينس الدلتا ام زاويه الدلتا ام. هنا يقول with K1 و K2 on delta node specify the critical clearing angle may be the obtained from the معادلة اللي هي 55، اللي هي من هذه المعادلة راح نقدر نستخرج الدلتا الكريتيكال كليرنج انجل. نقدر نستخرج الكليرنج انجل. احنا عندنا الدلتا نوت هي الانيشال انجل، والكي 1 والكي 2 عرفنا شلون نطلعهن من خلال البي ماكس ديورينج ذا فولت على البي ماكس بيفور ذا فولت بالنسبه للكي 1، والكي 2 البي ماكس after the volt على الـ Pmax before the volt. راح نطلع القيم، وقد عندنا ذني القيم اللي هي الدلتا M والدلتا نوت تكون قيم معلومة أو نستخرجها. عندنا مثال هذا المثال تطبيقي يقول 50 هيرتز synchronized generator capable of the supplies. هنا سعته بالتجهيز هنا 400 ميجا وات of power is connected to the large power system، ربط إلى نظام قدرة كبير. And is delivering، هنا delivering is delivering 80 ميجا وات when a three phase volt occur at its terminals determine الأطراف صار عند عطل 3 phase determine the time in which the volt must be cleared if the maximum power angle is to be سالب 85 درجة. assume الH اللي هو عزم القصور الذاتي 7 ميجا جول على ميجا فولت أمبير on a 100 ميجا فولت أمبير base، base 100 ميجا فولت أمبير. البي اللي هو the critical clearing angle، critical clearing angle. إذن يريد هنا زمن العفو زاوية الإزالة الحرجة. قبل ما نجي نحل هذا المثال راح نشوف المعطيات اللي نعطينا ياهن، المعطيات اللي نعطينا ياهن هنا يقول 400 ميجا واط. هذه ال 400 ميجا واط هاي البي ماكس القيمه العظمى بالنسبه للجنريتر. وقال لي القدره المنقوله، القدره المنقوله اللي هي تساوي لي في الحاله الاعتياديه البي اي، البي اي تساوي لي البي اي قال 80. فانا عد المعادله البي اي تساوي لي البي ماكس ساين دلتا نوت. انا هسه شنو اللي اريده؟ اللي احتاج الدلتا نوت واحتاج الدلتا 1 او الدلتا ماكس حتى اقدر استخرج زاويه الازاله او زاويه الازاله الحرجه.
هنا البي اي قلنا يساوي لنا البي ماكس ساين دلتا نوت. اذا البي ماكس 3 فيز راح اقسمها على 3 حتى اطلعها بير فيز 400 على 3، والبي اي ال 80 اللي نقلت ايضا اقسمها على 3. فهسه انا عندي هنا المعادله، من هاي المعادله اقدر استخرج الساين دلتا. اذا ساين دلتا نوت تساوي لنا البي ماكس على العفو البي اي على البي ماكس، البي اي على البي ماكس وساوت لنا 0.2. اذا الدلتا نوت راح تصير قيمتها 11.54 درجه وهي تساوي لنا 0.2 راديان، بالراديان 0.2. اذا الدلتا 1 معطينا اياها هنا بالمثال بالسؤال سالب 85 واللي هي بالراديان تصير 1.48. إذن هسه ما علي إلا أطبق المعادلة اللي هي كوساين دلتا سي ساوينا كوساين دلتا 1 زائد دلتا 1 ماينس دلتا نو ساين دلتا نو، وطلعنا عوضنا القيم، طبعا نعوض القيم بالراديان، وطلعت لي هنا كوساين دلتا سي ساوينا 0.343. إذن راح نطلع الدلتا سي ساوينا 1.22 بالراديان، ومن طلعنا قيمة الدلتا سي راح أطلع زمن الإزالة هنا بكل سهولة، أكتب المعادلة مال زمن الإزالة تي سي ساوينا تحت الجذر 2H دلتا سي ناقصا دلتا نوت على واي اف اي بي اي، ونعوض الدلتا سي والمعاليم عدانا كلها. بالنسبة للبي اي 3 فيز اللي هي 80 فنحولها للبير يونت 80 على 100 صارت عندي بالبير يونت، والاتش مطينيها 7 ميجا جول على ميجا فولت امبير، فنعوض بالمقادير ونطلع زمن الازالة. طلعنا زمن الازالة، زمن الازالة. هسه نجي نطلع زمن زاوية الازالة الحرجة وزمن الازالة الحرجة. إذن زاوية الإزالة الحرجة تساوي لنا حسب القانون كوساين انفيرس الباي ناقصا 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت، فنعوض بالقيم اللي طلعناها ونستخرج زاوية الإزالة الحرجة اللي تساوي لنا 2.01 راديان. هسه إذا رايد من يمي زمن الإزالة الحرج، هسه أنا ما رايد زمن الإزالة الحرج، رايد بس زاوية الإزالة الحرجة. لو رايد زمن الإزالة الحرج كان نعوض بنفس القانون، بس هنا ايش راح نخلي؟ راح نخلي زاوية الإزالة الحرجة، يعني الدلتا سي آر نعوضها راح يطلع لي قيمة التي سي آر، راح يطلع لي قيمة التي سي آر. إلى هنا طلاب ننهي محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله راح نلتقي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، ونلتقيكم إن شاء الله بالخير والسلامة، في أمان الله.